يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفا بنك. التجاري وفا بنك فيكم واثقون. مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت المقاول. صوت المقاول البرنامج اللي كيوصل يعني التساؤلات ديالكم كمقاولين، وكذلك كيوصل أفكار ديالكم والطموح ديالكم للخبراء ديالنا. ومعنا في حلقة اليوم مستمعينا الكرام محمد وليد بالكبير، المستشار في دار المقاول الرباط التابع التجاري وفا بنك. سي وليد بالكبير مرحبا بك. السلام عليكم سي جواد، وشكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا بك وشكرا لك على تلبيه الدعوه دائما، دعوه برنامج صوت المقاول. سي وليد بالكبير الا سمحتي نمشي ونستقبلوا معنا مكالمه في حلقه اليوم ونقولوا الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقدر نعرف شكون معايا؟ الاسم واش من منطقه؟ معك اخويا زهير من مدينه ارفود. سي زهير من مدينه ارفود، مرحبا بكم، مرحبا بالناس ديال ارفود يعني اللي كاينه في الجنوب الشرقي ديال المملكه. اذا مرحبا بك سي زهير. ويا انا عندي واحد لوبيرج ديالي صافي لونطون وانت دوز، دابا بغيت نعاود ان شاء الله باش نعاود نفتحو من جديد. وهذا مشيت اتجهت لابونك ديالي باش تعاونني، وهذا طلبوا مني البيزنس بلون وما عرفتش شنو هو، كنتمنى السيد الخبير يشرح لي شنو هو. اكيد غادي تلقى الجواب مع الخبير ديالنا بعد قليل. نتمنوا لك التوفيق في المشروع ديالك في هذا المشروع ديال اللوبيرج ديالك ان شاء الله، ونجيو عندك ان شاء الله شي مره نديروا شي جوله. اذا سيب الكبير كيف ما سمعتي معنا، كان معنا زهير من ارفود اللي كيسول يعني عنده اوبرج وباغي يدير مجموعه ديال الاصلاحات والتجديدات الى غير ذلك، باش تنصحوا في هذا الاطار سي وليد. اولا السلام عليكم السي زهير، وشكرا جزيلا على هذا السؤال القيم والمهم بزاف. بالنسبه لك انت عندك اوبرج وبغيتي تصلحو وتجددو وتعاود تحلو، هذه العمليه السي زهير كتسمى استثمار، اي انفستيسمون. وباش البنك تمول لك هذا البرنامج الاستثماري خاصك ضروري دير واحد الدراسه للمشروع ديالك. هذه الدراسه هي اللي كنسميوها دراسه الجدوى او البيزنس بلان. الهدف من هذه الدراسه هو أنك تقنع البنك بأن المشروع ديالك مزيان ومربح، ولهذا البيزنس بلان ديالك خاص يكون مكتوب بعناية وبدقة كبيرة ويكون فيه كاع التفاصيل الكبيرة والصغيرة ديال المشروع ديالك. البيزنس بلان كنستعملوه كأداة للتواصل اللي خصها تبين بأنك فاهم المشروع ديالك، داير دراسة السوق، وعارف حتى شنو هما المشاكل اللي غيكونوا عندك وداير لهم حتى الحلول ديالهم. شنو الحالات فاش كنستعملوا هذا البيزنس بلان؟ البيزنس بلان سي جواد كنستعملوه لثلاثه الحالات. نقدروا نستعملوه اولا لاداره المشروع ديالنا ونحطوا كاع الاحتياجات اللي خاصنا ونقدروا نديروا التتبع ديالنا. نقدروا نستعملوه في الحاله الثانيه باش نطلبوا التمويل مع المؤسسات البنكيه بحال الحاله ديال سي زهير، ونقدروا نستعملوه ايضا في الحاله الثالثه باش نقدموا المشروع ديالنا لواحد الشريك ولا واحد المستثمر باغي يدخل معنا. الهدف من دراسة الجدوى هو أساسا أنك تدير واحد الدراسة للمشروع ديالك وتحيد كاع الاحتمالات ديال الفشل وتتأكد بأنك درتي واحد المشروع ولا غدير واحد المشروع اللي هو ناجح. ولهذا البيزنس بلان خاصو يكون فيه 9 ديال النقاط أساسية. أولا غنهضروا على تقديم حامل أو حامل المشروع، شكون هو أو شكون هما، الدبلومات ديالهم، تجارب والخبرة ديالهم، وحتى المؤهلات اللي عندهم. الهدف في هذه النقطة هذه أن نبينوا أن هذا حامل أو حامل المشاريع عندهم ما يكفي من الخبرة والتجربة باش ينجحوا المغامرة ديالهم. ثانيا سنديروا واحد الملخص تقديمي للمشروع اللي يكون مصوب واحد طريقة حماسية واللي من خلاله القارئ يقدر يفهم المشروع ديالنا بدقة كبيرة. ثالثا واحد الفهرس يكون مهيكل ويكونوا فيه كاع المكونات ديال البيزنس بلان الا باغي القارئ يمشي لواحد النقطه محدده. رابعا نحدد الطلب، اي الهدف من هذه دراسه الجدوى، واش انا داير دراسه باش نبين الجدوى التقنيه للمشروع او انني داير دراسه باش نطلب التمويل. في هذه الحاله هذه خاصني نحدد شنو هما المبالغ اللازمه وحتى الطرق ديال التمويل الا كان ممكن. نعم. خامسا نحضر على المنتوج والانتاج ديالي، اي نشرح بدقه كبيره شنو هو المنتوج اللي غادي نبيع
وخصني نمشي بواحد المبدا سهل السي جواد. نعم. هو بان القارئ ما غيفهم ما كيعرف حتى شي حاجه على المشروع ديالي، وانا اللي خاصني نشرحه له بدقه كامله باش يفهموا في هذا المشروع هذا. بحال دابا في الحاله ديال السي زهير خصنا يشرح لنا شنو هو لوبيرج وكاع الخدمات اللي غادي يكونوا فيه. نعم. سادسا الاستراتيجيه التجاريه اللي غادي نتبع من تحديد الثمن، طرق التوزيع، وحتى الطرق ديال التواصل والاشهار. سابعا عندنا الموارد البشريه اللي غادي نحتاجها، وهنا خصني نحدد المؤهلات المطلوبه والصالير اللي غادي نحدد، وندير حتى واحد السلم داخلي اي الاورغانيغرام ديال الشركه. نعم. ثامنا الموارد التقنيه اللي هما كاع الاحتياجات التقنيه باش المشروع ديالنا يتصاوب، من لوكال، اصلاحات، ماتيريال، تجهيزات، اي حاجه. نعم. كل حاجه خاصني اللي غنحتاجها هنا، خاصني كل حاجه نحدد التاريخ ديال الدوفي ديالها، والله يعطيك الخير نجيب الدوفي ديالها. واخيرا تاسعا الدراسه الماليه اللي من خلالها كنبين هذا المشروع ديالي شحال غادي يدخل في 3 سنين او 5 سنين الجايه، وشحال ديال الارباح غادي يجيب ليا. وهادو سي جواد والسي زهير هما النقط التسعة الاساسيه اللي خصني نلقى في البيزنس بلان ديالي. يعني كتكون بحال شي محامي كيدافع على البروجي ديالو بكل قوه. ونعم بالضبط هذا هو الفكره، هو بانني خصني نشوف هاد دراسه الجدوى او البيزنس بلان ديالي كمحامي كيدافع على المشروع ديالي وكيترافع على المشروع ديالي قدام هذاك المستثمر او ذاك البنك باش يقنعه وباش يقدم له الجدوى ديال المشروع ديالنا. واخيرا السي جواد النصيحه اللي نبغي نستغل هذا البرنامج ديالك القيم اللي نعطيها لكاع المستثمرين ولا كاع الحاملين المشاريع. نعم تفضل. السي زهير ولا كاع حاملين المشاريع، الا بغيتوا ديروا واحد البيزنس بلان سيروا المراكز المواكبه بحال دار المقاول او المركز الجهوي للاستثمار او اي مركز من المراكز اللي يقدر يعاونكم. صابور باش تصاوبوا دراسه الجدوى ديالكم ويعطيكم النصائح اللي تقدر تساعدكم باش يديروا واحد البيزنس بلان ناجح 100%. جميل تبارك الله عليك سي بالكبير، يعني نصائح قيمه ومفصله، يعني ما خلينا السي زهير ما يقول ولا يعقب مازال. شكرا جزيلا. وكيف قلتي هاد المراكز ديال المواكبه بحال دار المقاول اللي فيها مجموعه ديال الفروع عبر ربع المملكه كتقدم هاد النصائح غير بالمجان، يعني اللي ما بغاش كيف كنقول السي وليد، والبيبان ديالنا والبيبان ديالهم ديما كيبقاو مفتوحين لاي واحد محتاج مواكبه مساعده او نصيحه. شكرا لك على النصائح ديالك سي محمد وليد بالكبير، ذكر المستشار والخبير في دار المقاول الرباط تابع التجاري وفابونك. شكرا على كل هذه النصائح. سي زهير الا سمحتي، كيفاش جاوك النصائح ديال الخبير ديالنا سي بالكبير؟ النصائح ديال سي بالكبير تبارك الله عليه داكشي في المستوى، وكنشكركم وكنشكروا السيد الكبير مره اخرى. بارك الله فيك سي زهير من مدينه ارفود. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صوت المقاول، هذا جواد طهيري كيحييكم وكينقل لكم تحيه عايده الشرادي في الاخراج. دوزوا بخير. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك فيكم واثقون.